عهد التميم التي نفخر ونتباهى بها سلط عليها الضوء من جديد، وهي يجب أن يسلط عليها الضوء دائما لأنها نموذج لاستعادة الكرامة والوطنية، لأنه أحد الضباط الإسرائيليين تحرش لفظيا بها زي ما شفنا في المشاهد السابقة. معايا الأستاذ باسم التميمي والد عهد. يا أستاذ باسم أهلا بيك. أهلا بيك، مساء الخير لك ولكل المستمعين. مساء الخير، بحييك. قل لي يعني كيف تم الاعتداء اللفظي عليها بهذا الشكل الذي تابعناه؟ يعني عهد تعرضت لفترة صعبة من التحقيق نعم. في العشر أيام الأولى للتحقيق، والتي مرت فيها في ظروف ضغط، يعني ما بين العزل والنقل المتكرر من سجن إلى سجن ولا مركز تحقيق إلى آخر، عزل في جنازين باردة جدا، مقيدة تنقل بسيارة البوسطة والتي هي عبارة عن صندوق مكفل من الحديد، تتعرض لهجمات وشتائم لفظية من بعض المسجونات الإسرائيليات المجرمات. القضية تتعرض برضو في أحد الجنازين لمحكمة القدس المركزية في لمجموعة من الرعاة المستوطنين والذين قاموا بالتهجم عليها وشتمها وسبها وتهديدها. تعرضت لفترات طويلة من التحقيق، يعني هذا ما شاهدتموه في المشهد هو الساعة، يعني اللي أعطونا إياه ساعتين من أكثر من 14 ساعة متواصلة في أكثر من جولة. ويعني كان هذا كانت عهد تدرك تماما أنهم لا يريدون معلومة، فرفعت صيغة التحدي ورفضت أن تنطق باسمها أمام المحققين والتزمت الصمت المطلق، وبالتالي كان هذا يحاول أن يستنطقها بأي صورة كانت. من ضمن أدوات الضغط الصياح، الصراخ، التهديد، تهديد باعتقال بقية العائلة، وضعها في زنازين، نطق اسم والدتها بشكل مغلوط حتى يدفعها للحديث، ومن جملتها كان التحرش اللفظي الذي يعني يحاول من خلاله أن يفتح أي مادة للحديث معها، ولكن عهد بإدراكها وإيمانها استطاعت أن تكسر إرادة الجلاد والمحقق وترفض التعاطي معه، لتثبت أن الطفولة الواعية القادرة على التحدي والاشتباك هي قادرة على كسر إرادة المحققين. طيب، هو طبعا احنا شفنا في الاول يعني صراخ ويعني نوع من ممارسة الضغط النفسي، وبعد كده يعني هل هو قال لها يعني انت فتاة جميلة مكانك البحر مش الاعتقال؟ صحيح، يعني هو بيقولها انه انت يعني لما تكوني على البحر راح تكوني زي اختي، حمراء حمراء حمراء، بهذه اللغة اللي كان بيحكي معها فيها بهذه الطريقة. وهي يعني احنا نحاول أن نحاكم هذا الاحتلال لكل شكل من أشكال المتاحة والمباحة لنا لإظهار بشاعة صورته وصوته، وبالتالي نحن نريد أيضا أن نقول لمجتمعنا الفلسطيني ولكل معتقلينا أن لا تخافوا من هذا الاحتلال، لا في الأماكن المفتوحة ولا في الأماكن المغلقة، فنستطيع أن نتحداه بكل شكل من أشكال، ونحن نريد أن نرفع شكوى ونلاحق هذه القضية حتى نحمي كل أطفالنا وبناتنا في داخل تكبية التحقيق، حتى لا يكونوا مستهدفين بهذا الشكل أو بشكل أعلى أو أخف. وبالتالي نحن نريد أن نستخدم أي فرصة متاحة لنا في محاكمة هذا المحتل وإظهار بشاعة صورته. بشكرك يا أستاذ باسم، ألف شكر. في كل الأحوال يعني عهد تعرضت لاعتداءات بدنية ونفسية ولفظية بهذا الشكل، والحقيقة أن وجودها في السجن يعني فخر للجميع. نتمنى طبعا أنه يعني إن شاء الله يعني يتم تخليصها من السجن بمقاومتها وببطولتها، لكن الحال السجان اللي بيعتقد انه بالتحرش اللفظي حتى وبمحاوله استخدام تعبيرات يعني انت جميله ومكانك على البحر، لا، السجون ايضا للجميلات، السجون ايضا بتعلم الناس، السجون للابطال، يعني تعلم الناس معنى الجمال
الحقيقي والجمال الحقيقي في فيما تمثله عهد من قيم ومن اعتزاز بنفسها ومن مقاومة ومن بطولة بهذا الشكل.